أهلا وسهلا فيكم من جديد. سيما سمارة رح نعرفكم عليها أكثر هلأ ونعرفكم على موهبتها. سيما هي فنانة وبترسم، ترسم بنوع مختلف شوي من الأدوات، تستخدم الصمغ، تستخدم الجلتر اللي هو البريء. هلأ رح نشوف كيف بتشتغل فيه. بنحب نسلط الضوء أكثر على موهبتها لحتى نتعرف عليها أكثر ولحتى نضوي على هالمواهب فعلا اللي تزخر فيها البلد. مواهب كتير حلوة وشابة. صباح الخير سيما. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. تسلم، شرفتينا. الله يسعدك. يعني احنا في دنيا كثير دائما بنكون مبسوطين انه يكون في مواهب وشابه كمان. يعني انت لسه 22 سنه ما شاء الله، العمر كله ان شاء الله. صار لك 3 سنين بترسمي. اذا بتخبرينا عن حالك شوي لو سمحتي، كيف تعرفتي على هاي الطريقه في الرسم؟ كيف اكتشفتي انه انت بتقدري ترسمي؟ ما في حدا في العيله برسم، خريجه صيدلي اصلا، فشوي بعيده عن الـ عن الـ عن هذا الجو، لكن فعلا قدرتي تكتشفي هاي الموهبه وانها موجوده عندك. احكي لنا عنها. زي ما بتعرف نحن دائما بمجتمعنا انه خلص اذا كان في طالب علمي وجايب معدل بالتسعين دائما اهله انه طب، صيدله، هندس، انه ما بسمحوا لك حتى تفكر باي مجال تاني. فانا هيك يعني كنت من هدول الناس، يعني جبت بالتسعين، فخلص دائما اهلي طب، ما زبط طب، صيدله، فدخلت صيدله. يعني انا اصلا كنت عندي حب وشغف للرسم، يعني بحكي لك موهبه، يعني من الصغر كان عندي حب بهاي الموضوع انه اقعد ساعات. واصلا شو معنات انه يكون عندك موهبه؟ انه يكون عندك حب وشغف بالموضوع، تقعد 10 ساعات عليه وانت مستمتع طبعاً. وعندك بدك كمان، وبدك ترسم كمان، وبدك تتعلم كمان. وهذا الشيء حسيته وانا بدرس، وانا يعني عم برسم، وخصوصا انه لما ازهق من اسماء حفظ الادويه والمركبات اروح دائما افش غلي وارسم، لما اعصب الامتحانات انه خلص ارسم. فصارت بدل ما كانت يعني بس مجرد هوايه انه بس احترفها لحالي بالبيت، شوي شوي طورتها، شاركت معارض، صرت شوي شوي انه اشوف اسلوب جديد غير اسلوب الرصاص، استخدمت اسلوب زي ما انت حضرتك قلت الصمغ والجليتر، يعني نوعت الموضوع. حلو، حلو كثير. عم نشوف مجموعة لوحات من رسمك، هاي كلها بالرصاص، بتنقلي الرسمة نقل أو من مخيلتك؟ في أشياء من مخيلتي هنا. في عندك هاي الرسمة، صراحة كانت سبب إنه قصة سمعتها، يعني إنه كيف زمان إنه كيف كانوا يعاملوا السود والسمر، إنه عنصرية شوي، فحبيت هيك من خيالي إنه كيف شفت إنه الشخص الأسمر دائما بتطلع علينا من وراء سجن أو زنزانة. ممكن ممكن. وصابر الرباعي، أستاذ صابر الرباعي. تحب صابر الرباعي أغاني؟ أوكي. وكمان في رسمة في الوسط، طفل هذا. الأطفال أنا دائما بحب صراحة أرسم حتى 3 أطفال. إذا بتلاحظ هون كنت بمثل الطفلة الحزينة دائما، إنه دائما بنشوف الأحداث اللي بصير معنا، وخاصة وطننا العرب للأسف دائما في عنا مأساة والقصص اللي بتصير، ودائما إنه بنشوف صرنا بدل ما نشوف الأطفال سعيدين دائما للأسف بنشوفهم حزينين ودموعهم على خدهم. وهنا حبيت برضو طفل فرحان بس مبسوط، حبيت أجيب الجانب الثاني للأطفال، وهذا برضو نفس الشيء طفل، بس حبيت برضو أجيبه هيك، حبيت إنه كيف هو الكل هالكفر أسود وإنه هيك طالع إنه يكون غامق وهو مشرد بالأحرى. حلو، حلو كتير. طيب ما في حدا في العيلة عنده موهبة رسم أو موهبة أخرى فنية، أنت اكتشفتي هالموهبة لحالك، كيف اكتشفتيها؟ زي ما بقولك يعني كنت دائما أيام التوجيهي زي ما نحن بنعرف بكون زهقان من الدراسة بلشت ترسم. فأنا شوي شوي حسيت حالي إنه عم بستمتع. قلت لك مرة تانية الرسم أو أي موهبة هي إنك يكون عندك حب وشغف بالموضوع، تقعد عليه 5 لـ6 ساعات. وأنا فعليا هذا اللي صار معي، كنت أقعد باليوم 6 لـ7 ساعات وأنا أرسم وناسي الوقت. حلو. فشوي شوي حسيت إنه الموضوع عم يتطور معي، إنه صارت الموهبة تكبر جواتي وأحبها أكثر. حلو، حلو. طب مين أثر عليك من الرسامين المشهورين؟ مدارس معينة، شغلات درستيها، أشياء معينة حتى لو شفتيها على الإنترنت، سواء مدارس أو هي مش مدارس، مجرد مثلا لوحات منفردة، مين أثر عليك؟ إيش الأشياء اللي أثرت عليك أكثر وحسيتيها عم بتأثر على أعمالك؟ صراحة في فنان أجنبي أنا كتير بحبه، أمريكي، وهو يعني اسمه دينو. هو صراحة كتير بحب أسلوبه، هو بيستخدم أسلوب رصاص، بس بيستخدم الرصاص بتشوف الرصاص تحسها إنه 3D عن جد، يعني بتحسها صورة، ما بتقدر تميز بين الصورة والرسمة. فأنا كتير بحب أسلوبه صراحة بالرسم، وكنت كتير يعني قاعد أطلع فيديوهاته على اليوتيوب وأتعلم منه. حلو، حلو كتير. طيب سيما أنتي رح ترسمينا رسمة هلا على الهواء، رح تستخدمي الصمغ
سمر ورح تستخدمي الجلتر تقريبا قديش هي جاهزه من 100؟ انا متخيل صوره في وجه. ما هو هلا انا لاني بدي اشرح عنها وبدي احكي فحبيت احط النقاط الرئيسيه عشان انه اعرف اشرح عن الموضوع واعلم الناس كيف بيقدروا يبلشوا بهذا الاسلوب. بس عاده انا عملت هاي الرسمه، رسمت مثل هيك قبل شهر بيوم تخرجي بجامعتي، كنت حافظه الرسمه. هو المفروض الواحد يحفظ الرسمه ويرسمها وتاخذ معه 3 دقائق لاربع دقائق، بس انا اليوم عشان لازم اشرح فحبيت احط النقاط الخارجيه عشان اوضح اكثر للجمهور. جميل جميل، تفضلي. ابلش اوكي. هلا نحن عشان نستخدم الصمغ دائما يفضل انه نبلش من عند الراس، يعني مثلا انا هون هلا محدده، بس نحن بنكون حافظين الرسمه وعارفين انه من وين نبلش، فاحسن شيء نبلش هيك، وخصوصا انه الجليتر الصمغ بيسيح مثل هيك زي ما انتم شايفين، فلازم نكون دقيقين اكثر بالموضوع انه ما نتركه يسيح. هذا نوع معين من الصمغ، درجة الكثافة للصمغ بتأثر؟ طبعا بتأثر، بس هو اللي يفضل انه يكون هيك لانه اذا جامد بنشف بسرعة، وانا بهمني انه ما ينشف لانه اذا نشف بيخرب العرض كله. حلو، يعني هلا نوع الصمغ هذا انت خلطيه بشيء ثاني او لا؟ هو صمغ نحال مثل هيك بختاره، نوعه خفيف. حلو. زي ما انت شايف يعني هون ببلش، هلا لازم تكون اسرع. هلا عاده انه انا مرات بحب احط النقاط الخارجيه، يعني زي ما انت شايف مثلا احدد هون الاشياء الرفيعه كتير بهاي الريشه، هاي الريشه الرفيعه زي ما انتم شايفين، عشان يسهل علي بعدين استخدم فرشايه ثانيه انه اكون اسرع فيها. حلو. انواع الفراش اللي بتستخدميها كلها نفس العرض وال انا بحكي لك هاي الرفيعه كثير عشان نحدد الخطوط الخارجيه، زي ما انت شايف انه هون في خطوط خارجيه عم نحددها. حلو. والرسمه مو رسمتيها انت بالرصاص اول في مكان ثاني ولا اي شيء، هي فعلا هيك يعني جاهزه من مخيلتك؟ لا هي انت حلاوه الموضوع انه انت ما رح تعرف شو الرسمه لحد ما تطلع. يعني رح تنصدم بالوجه اللي رح يطلع، انت رح تعرفه بس رح تستغرب انه تطلع. ما هي حلاوه هاي الرسمه انه انت ما بتفهم شو مرسوم، يعني انت بس بتشوف لوحه سوداء وانا قاعده بحط وانا عارفه يعني شو عم برسم وشو عم بعمل. حلو. وين اول مره شفتي حدا برسم بالصمغ؟ شفتها صراحه عنت كانت، بس زدت عليها، كان مرسوم انه بلوحه بيضه وبدل ما يحطوا جليتر كانوا حاطين السفل الاسود، الزفت السوداء، فانا غيرت عليها وحطيت جليتر، حبيت انوع انه استخدم جليتر على خلفيه سوداء. حلو. فهم كانت الخلفيه بيضه اللي كانت خلفيه بيضاء، انا حبيت اغير شوي انه عشان تكون انه في لمسه الي. حلو. ايش نوعيه هاي الماده اللي هي نفس اللوحه؟ هذا كانفاس. اوكي. وبعدين بندهنه باكريليك اسود عشان يعطينا اللون الاسود، يعني هي عاده بتكون بيضة زي ما قلت لك، فانا ضفت عليها انه تكون لون اسود عشان نغير. هلا بنستخدم هون عشان اذا الاماكن الكبيره عشان تكون اسرع. عشان لازم اقول لك هي صعوبته انه بضله يسحل، يعني انا بتخاف كمان تخرب اللوحه من انه اذا سحل يعني خلص راحت كل اللوحه. تمام. لانه بالاخر يعني الجليتر راح يلزع على الاماكن اللي فيها صمغ. ايوه الاماكن فيها صمغ اذا سحلت يعني راح تخرب كثير، فانه يعني لازم تكون سريع وبنفس الوقت عارف شو ترسم وايدك ما تروح يمين او شمال بطريقه غلط. هاي صعوبته صراحة انك تكون عارف تتحكم بايدك وعارف لانت وين بدك تودي. حلو. سيما حكيتي لي شاركتي في 3 معارض. وهلا ان شاء الله كمان اسبوعين رح تشاركي في كمان معرض. مع مين؟ في حدا من الفنانين المعينين ولا لحالك؟ وين؟ لا انا رح اشارك ان شاء الله كمان خلال اسبوعين بمعرض ورشة، مركز ورشة بجبل عمان فاتح جديد ان شاء الله بدي اشارك فيه. حلو. رح تعرضي اعمالك؟ رح اعرض اعمالي بالرصاص. حلو. سيما شو الفرق الجذري يعني بشعورك وانت عم ترسمي بين الرصاص وبين الصمغ؟ يعني بحس الرصاص كافي انك انت مو عارف الرسمه. يعني أوكي. انت عم بتطلع فاهم شيء، انت ما رح تكون يعني فاهم شو عم برسم. انا شايف ملامح رئيسيه لوجه بس. طب ايش، بنت ولا شاب اللي طالع معك؟ على هوا الشعر بنت. بحكي لك يعني هي حلاوتها انه اللي قدامي ما بكون فاهم شو عم برسم. يعني هي ليه حلو تنعرض عرض وتكون انه انت حافظ الرسمه وسريع فيها عشان الجمهور ينبسط، انه الجمهور ما بكون عارف شو انت عم تعمل وفجاه يكتشف انه طلع وجهه وطلعت رسمه حلوه او شخصيه هو بيعرفها. حلو.
هي هاي الحلاوة يعني هي هاي حلو فيها هيك شوية إبهار وفيها فيها شو فيها عرض فيها عرض غير المألوف يعني كلنا بنرسم برصاص كتير ناس ترسم برصاص بس لا شك اللي برسم برصاص بيعرف يرسم بأي شيء تاني حلو يعني هو الرصاص أنا بوجهة نظري هو الأساس حلو يعني خيلتي لو أنت ما كنت تقدري ترسمي في الرصاص أول بجوز ما قدرتي تحولي على ستايل تاني معك حق لأنه الرصاص هو خلص كل شيء أهم شيء خاصة أنا بحكي بالوجوه البروتيهات يعني بورتريهات بالآخر الجليتر أنا شايف كله نفس اللون ممكن تستخدمي أكثر من لون جليتر على نفس الرسمة ولا صعب؟ بزبط بس نحن بنفضل الفضي هلأ بتشوف كيف بيعطي لمعة حلوة يعني بضوي وبيخلي الجمهور يعني ينبسط باللمعة هي الحلاوة بموضوع إنه اللمعة تاعته حلوة عشان هيك نحن بنفضل الفضي أحسن من الذهبي كمان حلو كمان بجوز لازم تكوني سريعة ما رح ينشف الصبغ لبين ما تكملي الرسمة إذا رسمة كتير كبيرة هو لازم أكون سريعة بس أنا عشان هلأ بدي أورجي الناس إنه كيف الواحد بالضبط ببلش كيف مثلا بيخلص جزء بطلع للجزء الثاني برجع بعيد عليه أنت لاحظت إني أنا رجعت عدت عشان عارف اللي الجزء الأول واحد خلصته نشف الصبغ فرجعت عدت عليه حلو يعني هو الواحد لازم يكون مركز بهاي القصص حلو بنباع الصمغ هذا السائل موجود في موجود عادي بالسوق بقدر اي شخص يشتريه الورق الكانفاس اللي اشتريتيه انت دهنتيه حكيتي لي اكريليك اسود انت نفسك دهنتيه او استعنتي في حدا لا انا دهنته دهنتيه اسود عادي مثل اسود عادي لوحه عاديه يعني عشان ممكن بالتالي تنوع ممكن اي باك جراوند لك هاي خلفيه باي لون بالضبط بس هي هلا بتصفي انه تكون انت مرتاح بالخلفيه اللي بدك اياها وتعرف تستخدم الجليتر هلا نحن بنستخدم جليتر لون فضي على اسود يعني احلى انه الاحلى والارتب حلو كيف تشوفي رده فعل العائله يعني مبدئيا على شغلك يعني شفت انا في دعم الوالده موجوده معك هلا في الاستوديو وراء الكواليس موجه لها تحيه كمان ام سمير خالتي ام سمير موجوده مع سيما كمان حلو الدعم دائما كيف بنشوف الاهالي عم بدعموا اولادهم بدعموا عائلتهم في كل موهبه يعني حتى لو تكون الموهبه يعني مرات بتكون غير اعتياديه او بتكون فنيه رياضيه موسيقيه بغض النظر دائما دعم الاهل والاصدقاء المقربين والاساتذه دائما بيكون كثير مهم فاحكي لي شوي عن هذا الجانب سيما صراحه اكثر حدا بقدر احكي لك انه دعمني هي والدتي بكفي انها تحملت كل الوسخ لاني هلا بوسخ الدنيا بعبي الدنيا كلها جليتر فيعني هاي كافيه لحالها انها تحملت كل الازعاج الله يعطيها الف عافيه لازم تساعديها ما انت لازم انا بوسخ لها بس يعني دائماً تلاقي فيه دعم بس دائماً برجع بحكي لك الأهل بدعموا لما البني آدم تحس إنه طلع عنده موهبة أما قبل إنه خلص أدرسي وصيدلة وجاي على الرسم إنه حرام عليك عم بتضيعي وقتك الحكي الطبيعي إنه دائماً خايفين على مصلحة الطالب إنه الدراسة أهم شغلة بالدنيا طبعاً والاتجاه للإشي الأكاديمي أو للجانب الأكاديمي دائماً بجوز بياخد أولوية عن معظم العائلات السبب انه بحس انه هذا مستقبل الشاب او الشابه راح يكون فيه بالشغل بس انت يعني تخرجتي حديثا ولسه ما اشتغلتي الحمد لله انا خلصت الصيدله باربع سنين معدل جيد جدا يعني حاولت انه بقدر المستطاع عشان اهلي ما يزعلوا انه اوفق بين الصيدله والموهبه عشان انه زي ما بتحكي ما يحكوا لي انه هاي الموهبه ضيعت عليك دراستك او ما عرفتي تدرسي لانه فحبيت اوفق بين الجانبين ما شاء الله يعني شوفوا سيما جابت بالتسعينات ما شاء الله في التوجيه واكيد علمي لانها درست صيدله وخلصت صيدله باربع سنين تقدير جيد جدا كمان وعن ايضا عندها موهبه الرسم ترسم يعني بالرصاص ترسم في الصمغ عندها مواهب متعدده دليل كثير كبير انه الانسان ممكن يوفق بين الدراسه والهوايه ممكن يوفق بين كثير شغلات مع بعض بدون ما تاثر هاي المواهب الفنيه او الرياضيه او الموسيقيه وبغض النظر على الجانب الاكاديمي فنحن دائما ندعو كل العائلات وكل الاباء والامهات اللي عندهم أولاد أو عندهم أطفال عندهم مواهب معينة دائما يدعموهم ويشجعوهم لأنه بالتأكيد بالترتيب المناسب والتنسيق المناسب أبدا يعني ما رح يأثر على الجانب الأكاديمي بالفعل رح يدعمه ويشجعه أنا تقريبا خلصت هلا بدنا نشوف ان شاء الله هي كمان حتى انا يعني بكون مو عارفه اذا رح تزبط ولا لا يعني ان شاء الله تزبط حلو يعني زيكم رح اكون برافو في جانب تشويق لانه يعني ما بتعرف اذا هي هون بلش ينقط يعني ما بعرف شو عم بصير معي بالرسمه مرات ايدي
تغلط او بصير شيء فان شاء الله. حلو. وبجوز هلا انت بالعاده بترسم تكون على ستاند اعلى شوي الصمغ ولا نفس الشيء؟ إيه لا هو يفضل يكون هيك. هلا يفضل هيك عشان تتشرب، اما اذا كان اعلى رح يتشرشر اكثر يعني. حلو. رح يضل ينقط، شايف اللي تحت رح ينقط بزياده. طبعا طبعا بس يعني ظروف مناسبه نوعا انه هيك. لا ممتاز. حلو. بالعكس احسن شيء. الاستوديو شوب شوي صغيره عشان لا هو رح ينقط لانه زي ما انت شايف هو يعني هذا الوضع الطبيعي تبعه. حلو. انرش. حلو. احنا جاهزين في الوقت. جاهزه؟ يلا تفضلي. ان شاء الله تطلع زبطه. انا زي زيك ان شاء الله. وحتى يعني لو ما زبطت 100% احنا بكفينا يعني الفكره واضحه. خلينا نشوف شو حيصير. انا قلت لك انه هو ما حدا بيكون عارف. هي مبداها يكون شو ومبداها يكون الواحد حافظ يعني. هي عاده لازم تاخذ من دقيقتين لثلاث دقائق، كل واحد حافظ شو عم يرسم، بنفس الوقت كل حدا حواليه مو عارف شو هو عم يرسم. حلو. هي هاي فكرتها يعني عشان تكون هيك فجاه وتطلع الرسمه زي ما انتم شايفين. حلو حلو حلو، جميل جدا. برافو برافو يا سيما. برافو، ابدعتي فعلا وعملتي لنا شو حلو، سرعه ودقه وما شاء الله عليك متفوقه كمان اكاديميا، وما شاء الله عليك يعني شرحتي على الموضوع يعني بكل طلاقه واعطيتينا تفاصيل كثير مهمه امتعتينا، وان شاء الله اكيد تكوني امتعتي الجمهور. انا متاكد 100% انه مواهب مثل هيك موجوده عندنا في البلد، مش لازم ابدا انها تضلها مخبايه ولازم دائما انها تطلع وتبين للناس. سيما بتمنى لك التوفيق. انا بس حابه اعطيكم هديه صغيرة، بس هي نفس الفكرة هون، بس هي الفكرة هون انه نحن بعد ما نخلص رسم بنحط جليتر عشان تكون مفاجأة يعني، ونعمل هيك. يا سلام. برافو برافو يعني. برافو. هاي بس عشان تكون مفاجأة. هي مفاجأة عشان تطلع مفاجأة لكم، ورؤية هي رؤيتنا عن جد. هي عندنا رؤية ونحن ما بنشوف الا من طريق رؤية عن جد. الله يخليكي. تسلمي. شكرا كثير للاستضافة الحلوة. احلى من هيك مسج ما في فعلا. شكرا كثير سيما، يعطيك الف عافية. بتمنى اشوفك في اعلى المراتب ان شاء الله. شكرا. على مستوى المملكة وعلى مستوى الوطن العربي وحتى على مستوى العالم. نفتخر نحكي انه سيما سمارة استضفناها في يوم من الايام في دنيا دنيا، وكان لنا كل هذا الفخر. شكرا كثير. شكرا. الله يسعدك. شكرا كثير لك. شكرا على المتابعة. ما تنسوا تعملوا اشتراك في القناة لحتى تشوفوا كل جديد.